من أسيرة بيتا دانديس. عنده كان حمام هوايته إنه يجيب حمام عصافير، إله غرفة تحت في الحكورة يعني تم قاعد فيها. بيجوا كانوا الشباب برضو يقعدوا معاه تحت لما يطعمل الحمام وهيك، لحد ما أخدوا قبل ما ينحبس بسنة أخدوا 18 يوم زنازين. كنت على أعصابي لأنها زنازين صعبة، سنة وهم كل شهر محكمة، كل شهر يعني كل شهرين. كان عبادي يقول لي ما خلي المحامي يأجل المحكمة لفترة لأنه إحنا كتير منعاني من البوسطة، بعجبوا علينا في البوسطة. لبعد السنة لما انحكم 4 سنين وشهرين، قضى منهم هلأ سنة وسبعة أشهر، تم له سنتين ونص. اللي بليله غرقان سارح بهالنجمات يتأمل إنه في مين عم بفكر فيه. لحد ما زيارات نزوره عادي يعني يطمني هو على حاله أكتر من ما أنا أطمني أسأله. أنا هيك اللي تخافيش هيك. كنت أمسك حالي طبعاً لما أزوره، كان أنا أول مرة ببكي قدامه أول عيد طبعاً، يميتها تأثر هو كتير إنه بدوش يجيني أبكي. دخلنا مرحلة الإضراب وأروح على الصليب، يجوا طعون الصليب يقعدوا يحكوا. أنا أول 10 أيام أخذت الوضع عادي، بس بلشت يعني طبعاً قلب الأم غير إنه فيش خبر، فيش شيء أي خبر عنه. يجي تعون الصليب يحكوا مثلاً زرنا، طب أسألهم عبادة دانديس، يحكوا لي منقول. مرة تانية أقول لهم منقول، يعني يكون في نفحة نقلينه على جلبوع، من جلبوع عشطة. هالشهر بالضبط راحوا ناس على جلبوع أخذوا محمية من دار الأشعار، بالصدفة بقول لهم عبادة دانديس معي في الغرفة وبطمنكم عليه. هذا اللي عرفته انه ابني في جلبوع هالشهر. طبعا مش قايلينهم انه كان مريض او اشي. تاني يوم الصليب بتصل علي انه له زيارة ابنك. طبعا كتير انبسطنا انه له زيارة، اني بدأ اشوف شو الوضع يعني كيف. طبعا صرت افكر طب ليش شمعنا ابني انه له زيارة، صاروا الناس يتصلوا علي شمعنا ابنك انه له زيارة. في ناس يقولوا لهم مثلا اتصلوا على صاحب يقولوا لهم كان مش مضرب. طب لو مش مضرب ابني كان زرته بالشهر، كان عرفت عنه اشي. زرته دخلنا السجن. طبعا اول مره بزور شلبو انا، كانت مسهله الحمد لله. بس تفاجأت اني لما دخلت ابني كان في الوجه عند أخته. أول إشي دخلت أبوه لف ما عرفته، أبوه كان يلف. إحنا أول إشي أنا وأخته وقفنا وتفاجأنا فيه يعني ما عرفنا. كان أبوه يلف داير مدور السجن بدور عليه. لما أجا وقف لبقول بنج أبوي والله ما عرفتك. طبعا الوضع كان صعب كتير علينا، نهلنا يعني صرنا نبكي وهو صار يهدي فينا. هو أكره علي إني يشوف حدا يبكي قدامه، يقول لي أنا هلأ وضعي كتير الحمد لله منيح، كيف لو شفتيني قبل فترة؟ قال له طب شو صار معك؟ ليش منظرك هيك؟ قال لي أنا نزلت 10 كيلو، أضربت 22 يوم. بعد ما أضربت 22 يوم صابني مراجعة بالدم، الخروج صار يخرج دم. قال لي أخذوني طبعاً إسعاف أولي، صاروا هذا ما قبل بفكوا ضربة إلا تنظيم. قالوا له أنت وقفت بدها ممنوع، في حالتك وضعك الصعب
اخذوا ابو طلبوني انا وابوه طبعا. رفض ابوه ان انا اروح لانه كان متحمل. راح ابوه حققوا معاه تحقيق. بعرفش بالضبط شو التحقيق يعني، بس من ضمنها قال له هينا مرقنا لك ورس ابنك خليناكم تفرحوا وهيك، وهينا اخذنا عبيد بعد ما فرق من ضمن التحقيق لابوه. وبيعرفوا عن حياتنا كل شيء، يفرج عنه. احنا كثير فاقدينه في البيت مزبوط. انا يومي يومي بناديش الا عبيده، اخوه اسمه عدي بناديهوش الا عبيده. بتمنى انه يرجع حوالينا يسوي اللي بده اياه، بس المهم يرجع. في جروح واصعب جرح جرح الروح، في جروح يا عمي ما بدي نوح، بدي غني للناس.